من قلب العاصمة عمان وفي واحد من المناطق الحيوية في وسط شارع وصف التل يقع صرح طبي تفوق على نفسه من نواحي متعددة، مستشفى الجاردنز، واللي جاءت فكرته انطلاقا من الرؤى الهاشمية بهدف المساهمة الفاعلة في توسيع وتطوير الخدمات الصحية، ليعد من أحدث مراكز الرعاية الصحية منذ عام 2014، حيث تبلغ سعة السريرية 165 سرير تم توزيعهم على أكثر من 30 قسم. مرضى أردنيين وعرب وأجانب، وبمجرد دخولهم إلى قسم الإدخال والاستقبال تتم الإجابة على كافة استفساراتهم وتوجيههم بكل انسيابية وسهولة في هذا القسم، واللي يعتبر همزة الوصل بين جميع أقسام المستشفى بهدف تقديم أفضل خدمة للجميع. انتقالاً للقسم الأكثر حيوية والأهم في جميع المستشفيات حول العالم، قسم الطوارئ في مستشفى الجاردنز مميز بكوادره والخدمات والسهولة في الإجراءات بسعة سريرية تصل إلى 12 سرير. القسم مميز بجميع أجزائه، وحتى سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة لمساعدة أي حالة قبل وصولها للمستشفى، وبأدوات فريدة من نوعها على مستوى المنطقة والعالم. منذ بداية التخطيط للمستشفى أخذت إدارته على عاتقها أن يكون قسم المختبرات الطبية مجهز بأفضل الأجهزة العالمية في هالمجال، من خلال قسم استقبال المرضى والعينات وقسم الدمويات والتخثر وقسم الأنسجة وقسم المناعة وقسم الأحياء الدقيقة وقسم الوراثة. وكذلك تم اختيار طاقم الموظفين لقسم المختبر بعناية فائقة لمواكبة متطلبات العمل، وذلك لأن النتائج المختبر من الركائز الأساسية لتشخيص الحالات المرضية. إن أهم ما يميز مختبرات مستشفى الجاردنز عن باقي المختبرات الموجودة في مختلف المستشفيات الأردنية هو إنشاء شبكة أخطبوطية تعمل بضغط الهواء الموزع على مختلف أقسام المستشفى، ليتم من خلالها نقل العينات المخبرية والأدوية بين أقسام المستشفى بكل سهولة ويسر وبأسرع وقت ممكن، وذلك حرصا من إدارة المستشفى على عامل الوقت وأهمية وجود نظام نقل آمن وفعال. الصيدلية من أهم الأقسام الموجودة في المستشفى أيضاً، والرائدة في تقديم الخدمات العلاجية والاستشارات الدوائية للمراجعين وللمرضى وذويهم، وتؤدي العديد من المهام في مجال الرعاية الدوائية عالية الجودة كتخزين وتوزيع وتأمين وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية تحت إشراف كوادر كفوءة ومؤهلة ومدربة لتقديم خدمات علاجية بأعلى معايير السلامة والأمان. صيدلية خارجية تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة قسم الطوارئ وأخرى لصرف الأدوية للمرضى المقيمين. خدمات التصوير الشعاعي من خلال قسم مجهز بأفضل وأدق المعدات التكنولوجية المتقدمة موجودة في قسم الأشعة في مستشفى الجاردنز، ويشمل التصوير بالأشعة السينية بالتكنولوجيا الرقمية والتصوير المقطعي والتصوير الشعاعي البانورامي للفكين وتصوير الثدي والرنين المغناطيسي والموجات الصوتية، بفريق طبي يسعى جاهدا للتميز في تقديم أفضل الخدمات بوسائل تكنولوجية متطورة كنظام أرشفة الصور والفحوصات الطبية الأحدث على مستوى المنطقة. كل ما توصل إلى العلم الحديث من تقنيات وأجهزة وطرق علاجية تم توفيرها في قسم المساعدة على الإنجاب المرتبط مباشرة مع مركز علاج العقم في لايبزيغ وميونخ في ألمانيا، سعياً لتحقيق أعلى مستويات التقدم في هالمجال، وانطلاقاً من حرص المستشفى على خصوصية المريضة وزوجها تم تخصيص مختبر خاص بالأجنة ومختبر خاص لعينات الرجال لتقديم العلاجات الكاملة للمساعدة على الإنجاب من جميع أنواع التلقيح المخبري وتجميد الأجنة والبويضات. مستشفى الجاردنز، قلب ينبض لصحتك. أحمد الكيلاني، رؤيا.